4 أيام بلا دولة و18 يوما قبل ذكرى الثورة، مفارقة قد تصلح مدخلا لقراءة المشهد اليمني الذي لم يكن أقرب للتشظي الكامل كما هو الآن. توفر سيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة بقوة السلاح زخما لحراك الثوار قبل أيام من حلول الذكرى الرابعة لانطلاق ثورة 11 فبراير التي كانت تصبو لبناء يمن حر ديمقراطي موحد. شباب الثورة الذين استفاقوا على قطع الطريق على الانتقال الديمقراطي المتعثر بالأساس قرروا العودة إلى الميادين رفضا لواقع يرونه مجهضا لأحلامهم. لكن الحوثيين الذين يعتبرون اجتياحهم المسلح لعموم المحافظات اليمنية فعلا ثوريا تنجزه لجانهم الشعبية يبدو أنهم ضاقوا سريعا بالحراك السلمي. فرقت جماعة الحوثي مظاهرة طلابية أمام جامعة صنعاء، ونفذ عناصرها حملة اعتقالات واسعة بحق طلاب ونشطاء، كما لاحقوا متظاهرين في شوارع قريبة من ساحة التغيير بالعاصمة. كان حظ الطلاب والطالبات الضرب بأعقاب البنادق الحوثية، كما جرت محاولات دهس بالسيارات أسفرت عن إصابات خفيفة لبعض المتظاهرين. تصعيد يلقي ظلال غموض على المشهد السياسي، وخاصة مع إرجاء جلسة لمجلس النواب كانت مقررة صباح الأحد للبت في استقالة الرئيس عبد رب منصور هادي والحكومة. يتساءل مراقبون عمن ينتظر رأي البرلمان في تقرير مصير رئيس واقع تحت الإقامة الجبرية. قوى كثيرة منها الحوثيون ترفض شرعية البرلمان من الأساس، لكن هناك من يرى أن فريق الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح هو فقط من يرى في هذا المجلس امتدادا لنظامه. ليس الجنوب أحسن حالا، مصادر أمنية أفادت بسقوط قتيلين على الأقل أحدهما جندي، فيما أصيب آخرون في اشتباكات بين قوات من الوحدات الخاصة اليمنية ومسلحين في اللجان الشعبية الجنوبية في عدن. واقع يراقبه الخارج وتحديدا واشنطن التي تعتبر اليمن منذ سنوات ساحة حرب لها مع القاعدة. من الهند أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما عدم تعليق عمليات بلاده ضد القاعدة في اليمن رغم سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على مقاليد السلطة الأسبوع الماضي. لا داعي لقلق واشنطن فيما يبدو من الوضع الجديد في اليمن، فقبل يومين قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست إنه ليس واضحا ما إذا كانت إيران تسيطر على الحوثيين، فضلا عما نقلته مصادر صحفية عن مايكل فيكرز مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الاستخبارات، مما يشير لعلاقات استخباراتية خلال الأشهر الماضية بين بلاده والحوثيين في إطار ما يسمى مكافحة الإرهاب. ثورة 11 فبراير التي كانت تصبو لبناء يمن حر ديمقراطي موحد. شباب الثورة الذين استفاقوا على قطع الطريق على الانتقال الديمقراطي المتعثر بالأساس قرروا العودة إلى الميادين رفضا لواقع يرونه مجهضا لأحلامهم. لكن الحوثيين الذين يعتبرون اجتياحهم المسلح لعموم المحافظات اليمنية فعلا ثوريا تنجزه لجانهم الشعبية يبدو أنهم ضاقوا سريعا بالحراك السلمي. فرقت جماعة الحوثي مظاهرة طلابية أمام جامعة صنعاء، ونفذ عناصرها حملة اعتقالات واسعة بحق طلاب ونشطاء، كما لاحقوا متظاهرين في شوارع قريبة من ساحة التغيير بالعاصمة. كان حظ الطلاب والطالبات الضرب بأعقاب البنادق الحوثية، كما جرت محاولات دهس بالسيارات أسفرت عن إصابات خفيفة لبعض المتظاهرين. تصعيد يلقي ظلال غموض على المشهد السياسي، وخاصة مع إرجاء جلسة لمجلس النواب كانت مقررة صباح الأحد للبت في استقالة الرئيس عبد رب منصور هادي والحكومة. يتساءل مراقبون عمن ينتظر رأي البرلمان في تقرير مصير رئيس واقع تحت الإقامة الجبرية. قوى كثيرة منها الحوثيون ترفض شرعية البرلمان من الأساس، لكن هناك من يرى أن فريق الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح هو فقط من يرى في هذا المجلس امتدادا لنظامه. ليس الجنوب أحسن حالا، مصادر أمنية أفادت بسقوط قتيلين على الأقل